اليو ان او دي سي اللي اعتقد هي دلوقتي هتمسكها معالي الوزيره او هتمسك المدير التنفيذي بتاعها في الفتره الاونه الاخيره, يعني في اخر كام سنه جمعت كل الابحاث وكل الجايد لاينز اللي اتعملت في مجال الوقايه من استخدام المخدرات من الادمان, مش بس في مجال العلاج. وزمان كانوا بيقولوا لنا برضو واحنا صغيرين ان انا لما ابدا اعمل مانجمنت لاي ديس اوردر لازم دايما ابداه بالايه, بالدايجنوزز وبعديه بالبريفنشن. فيعني الوقايه جزء لا يتجزا من اصلا من علاج المشكله. فاليو ان او دي سي جمعت كل الافيلابل ساينتفك ايفيدنس اللي هي البريفنشن بروجرامز او برامج الوقايه. لازم تبقى برامج وقايه مبنيه على الدليل. بمعنى ايه مبنيه على الدليل؟ عشان في ناس كتيرة ما بتحبش الكلمه دي او بتخاف منها بمعنى اصح. يعني انا دلوقتي لما اقعد مع دكتور محمد واقول انا هعمل الانترفينشن الفلاني علشان اساعده انه ما يوصلش لحته معينه, ايا كان الانترفينشن ده ايه, ان شاء الله حتى الانترفينشن ده ان انا اقعد اتكلم معاه كده فري توكينج لمده 15 دقيقه. الحاجات دي فلوس, وقت ومجهود وتدريب وفلوس في الاول وفي الاخر. فالانترفينشن ده له قيمه. فعشان اقول انا هكرر هذا الانترفينشن ده لازم يثبت انه فعال. بمعنى ان انا اخد حد زي دكتور محمد اللي اتعمل له الانترفينشن واخد حد تاني ما اتعملوش الانترفينشن ده واتابعهم على مدار السنين واشوف هو وامثاله مثلا هل فعلا الانترفينشن المقترح ده ادى الى مساعده الاشخاص دول ان هم ما يوصلوش لمرحله الادمان ولا ما اداش. يعني في فلوس كتيرة جدا بتتضخ في برامج الوقاية, فلوس كتيرة جدا واعلانات, واحيانا وجد ان بعض هذه الاعلانات او بعض هذه ما يسمى برامج الوقاية بتؤدي الى فاسيليتيشن بمعنى التسهيل لان انا ازود استخدام المخدرات وليس العكس. فبالتالي هم هنا جابوا كل البرامج الوقاية او التدخلات الوقائية, انا بحاول اتكلم عربي عشان الكلام يوصل لاكبر قدر ممكن, اللي هي اثبتت فاعليتها بالدليل. وكل الحاجات برضو اللي هي اثبتت فاعلية حتى في العلاج وكل السياسات وحاولوا يجمعوها كلها في إطار عشان يوضحوا للحكومات متخذ القرار الناس اللي هي هتحط فلوس إزاي أحاول أساعد الشباب إن هم ما يبقوش مدمنين وأعمل لهم ما يسموا بالبرامج الوقاية الوطنية in general. يعني طيب البريفنشن تعريفه أو الوقاية تعريفه تعريفها لطيف جدا يا جماعة. تعريفها إن is about إن أنا يبقى عندي healthy وsafe development للأطفال وللمراهقين والأدلتس. أنا ما كنتش أتخيل إن اليو إن أو دي سي بعد كل الأبحاث اللي عملتها إنها هتطلع الديفينيشن بتاع البريفنشن أوف الأدكشن أو الوقاية من استخدام المخدرات بالسهل الممتنع ده. إنما هو ما هو إلا إن أنا أخلي النمو الطبيعي للطفل يبقى هيلثي, يبقى صحي ويبقى سيف. يعني اخلي الطفل من هو صغير كده ينمو بشكل طبيعي وبشكل سيف وبشكل صحي, فبالتالي اضمن ان النمو ده هيؤدي في النهايه الى شخص صحيح وليس شخص مدمن. فالجمله البسيطه دي على قد ما هي تبان بسيطه وان كانت بعيده شويه عن اذهاننا الى انها معقده جدا. طب يعني دي جمله واسعه جدا, ازاي هخلي طفل ينمو بشكل صحي وبشكل سيف؟ ممكن اسمع ارائكم ازاي اخلي بني ادم من وهو طفل صغير ينمو بشكل صحي وينمو بشكل سيف؟ يلعب رياض. اوكي, وده هيفيد في ايه تقصدي حضرتك؟ في اللي هو بيبقى خايف على صحته الجسديه, ها نفسه حاجه, انشغاله بالشيء حاجه كويسه, انشغاله بماديات او بجوائز او بشيء هاخد قدر كبير جدا من الانشغاليه اهدافه. هايل, اشكرك جدا اشكرك جدا. ايه كمان يا فندم؟ التغذيه, ها نوعيه الاكل اللي هي دلوقتي نوعيات الشمس يعني الحاجات المحفوظه والحاجات اللي دي بتعمل هيبره وبتعمل حاجات معينه, حافظ بقى من البدايه غذاء صحي سليم بحيث اللي هو ما ياثرش على كيمياء مخه وحاجات ثانيه. اشكرك, ها اتفضلي. الاحتياجات النفسيه الاساسيه. اشكرك جدا. اللي هي ايه؟ اللي هي الحب والاستماع والتقدير والاحترام
من مين؟ من اشكرك جدا اشكرك جدا. حد عنده راي تاني؟ اتفضلي. هايل هايل اشكرك جدا. ها رائع رائع اشكرك جدا. ها اتفضلي فندم. ها اشكرك جدا جدا. ها رائع اشكرك. ها حاجه تاني يعني؟ ها اتفضلي. اوكي ها او دي اسمها ايه؟ يرسم ويلون ويقعد مع مجموعه اطفال. والانشطه دي عشان خاطر ايه؟ ماشي المهارات الاجتماعيه. شكرا. ها حضرتك. ودي اسمها ايه اللي حضرتك بتقوليها دي؟ اسمها ايه؟ ايوه المهارات اللي حضرتك بتقوليها دي اسمها ايه؟ مهارات ايه؟ ده يا جماعه ده انتوا كلكم انا اكاد كلكم اخصائيين وكلكم شغالين. اسمها ايه؟ ان انا اعرف حدودي وحدود الاخر واحترف. مهارات ايه دي؟ اسمها مهارات ايه؟ لا مش مهارات تواصل. اسمها ايه؟ مهارات ان انا عارفه حدي وحدك وانا محترم. اشكرك. ايوه كده سموا الاشياء باسمائها عشان لما يجي صاحب القرار يسالنا انتوا عايزيننا نعلم ولادنا ايه نقول واحد واثنين وثلاثه واربعه. بس اللي حضراتكم قلتوه ده كله يعني كلام رائع. اتفضلي. انتوا بتقولوا كلام جميل مزيكا شعر والله. بس هو كل الامهات عندها مهارات التواصل وعندها مهارات التوكيد وعندها مهارات ال اشكرك اشكرك. عندهم محتاجين كورسات. اسمها ايه الكورسات دي؟ لا انا خلاص كده خلصت المحاضره. انا كده خلصت. طب اشكركم جدا يعني الكلام اللي حضراتكم بتقولوه كله ده رائع جدا جدا جدا. بس احنا عايزين نحطه في صيغه يفهمها متخذ القرار عشان في الاخر يوم ما يعمل حمله قوميه للوقايه من استخدام المخدرات وتنشئه بالظبط. بالظبط اشكرك. يبقى عارفين احنا بنكتب ايه. الكلام ده كله مسؤوليه مين؟ ان حضراتكم قلتوه كلنا. يا بابا كشكشيها ما تعرضيهاش. انت كده معرضاها جدا. حطي ايدك على الوزاره عشان توديها في داهيه. حطي ايدك على الوزاره. هو مسؤوليه الفرد ومسؤوليه الحكومه ومسؤوليه المجتمع. هي مسؤوليه فعلا عامه. اوكي وان ما كناش التلت اذرع دول يشتغلوا في نفس الدايركشن اوكي مش هنجيب نتيجه. اوكي والدايركشن اللي حضراتكم قلتوها دي انتوا بتتكلموا عن تنشئه الطفل مش عارفه ايه رعايه الطفل بيرنتنج سكيلز الطفل. انتوا بتتكلموا على مين؟ على طفل. هو اكشولي والكلام ده كله رائع جدا ان البريفنشن واقول لك كمان بقى مش بس في الصغر. صح 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 من قبل الحمل فعلا. بمعنى ان في حاجه اسمها ام هاي ريسك وام مش هاي ريسك. وفي حاجه اللي هم في برنامج دلوقتي عاملينها اللي هو اعتقد اسمه الموده البرنامج اللي الرئيس اطلقه اوكي كونسلنج مش كونسلنج عشان اعرف اتعامل مع جوزي. باي ذا واي ان شاء الله ما اتعاملتي مع جوزك ده انت خلاص خلاص دي خلصوا يعني هي خلصت وهو خلص خلاص ودي نهايه الطريق. الجواز النهايه يا جماعه وليس البدايه عشان نبقى متفقين. هي خلاص كده خلصت خلاص هي ايوه اهو هي خلصت. انما اللي طالع جديد ده هو ده المسؤوليه. انا كأم او كأب كبيرنت بعمل اللي اقدر عليه في البيرنتنج للطفل والمدرسه المفروض تعمل اللي تقدر عليه والمجتمع والهيئات المجتمعية المفروض تعمل اللي عليه والحكومة المفروض تحط البوليسي المفروض تحط السياسات اللي تضمن ان الناس دي كلها تمشي في نفس الاتجاه. اتفضل. مين مجتمع الاعلام بالجماعة
خليني اقول لحضرتك على حاجه. هو ان جنرال الاعلام في اي دوله هو ريفلكشن للمجتمع، يعني انت بتشوفي المجتمع عامل ازاي، الشارع بتتفرجي عليه في التلفزيون، اوكي؟ فانت عشان تغيري انت محتاجه تزقي هنا شويه ومحتاجه تغيري هنا شويه، بس مش هتيجي من الاخر للاول، اوكي؟ هي دايما الاعلام ده ريفلكشن. يعني امبارح استاذنا الدكتور احمد عكاشه في محاضره لطيفه جدا قال اسباب كتير للمشاكل اللي بتؤدي، الاسباب اللي بتؤدي للمرض اللي هو بالذات استخدام المخدرات والادمان، وقالها في عجاله عشان الوقت ما سمحلوش، وقال بروتكتيف فاكتورز وقال كوزيتيف فاكتورز وحاجات زي كده. السلايد دي سلايد لطيفه جدا، وانا معلش اتمنى انها كانت تبقى في شكل احسن من كده او تبقى كده، بس انا بعتذر انها ده احسن صوره قدرت الاقيها. ده اليو ان او دي سي اللي طلعها، طلع حاجه اسمها الكونسبتشوال فريم للمخدرات. كونسبتشوال فريم يعني ايه؟ الكونسبتشوال ترانس اكشنال موديل. حضراتكم عارفين طبعا في العلاج النفسي حاجه اسمها ترانس اكشنال، انا بعمل حاجه والحاجه دي بتاثر فيك وانت هتاثر فيا، بمعنى احنا الاثنين بناثر في بعض. فهم اليو ان او دي سي طلعوا الفريم ورك دون عشان يقول ليه في اولاد ممكن تكون مور فولنربل اوكي للادكشن عن اولاد تانيين. وانا معلش هاخد دقيقه واقول لحضراتكم اللي مكتوب هنا بالظبط. الاول حاجه مكتوب الفاميلي ستراكشر، اوكي؟ يعني ايه فاميلي ستراكشر؟ يعني ايه بلدي، كلميني بلدي، يعني ايه فاميلي ستراكشر؟ ما هو تاريخهم جزء من كيانهم. الهيكل الاسري، اوكي، دور الاب ودور الام ودور الاخوات، او لو كان في ما يسمى بالاكستندد فاميلي، اوكي، فالاكستندد فاميلي دي برضو ليها دور. طب فالفاميلي ستراكشر ده هو هيكل الاسره. طب اتنين انفصلوا، فين الهيكل؟ اول طوبه واحنا شباب صغيرين في الجامعه كان في اغاني طالعه لناس اسمهم بينك فلويد، معرفش اعرفهم ولا لا، المهم كانوا عاملين اغنيه اسمها ذا وول. The wall دي عبارة عن طوبة كده بتتحط عشان في النهاية تصدر أو تخرج شخص المريض، طوبة 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 لحد ما في النهاية للأسف تحصل على إنسان مريض، أوكي؟ محدش حضر المرحلة الهيبية دي في الحياة. طيب أوكي، أول حاجة family structure. ففاميلي ستراكشر باظ، أدي أول طوبة. تاني طوبة parenting style. يعني إيه parenting style؟ بلدي بلدي. اشكرك. يعني ايه الفرق؟ يعني هي التربيه ليها اساليب؟ والله يا شيخ ها تسلطيه، ايوه ماشي. يعني انا عايزه اشكرك جدا شكر خاص عشان حضرتك فيري جادجمنتال، اوكي، حطيتي قسمتي الدنيا لسويه وغير سويه. يعني ايه سويه وغير سويه؟ هتناقشي ازاي طفل عنده 5 سنين هو مخه اصلا قادر على اتخاذ القرار؟ 3 سنين هو يعني شيء، هو شايف مصلحته عنده 5 سنين؟ ها هو طلع له شخصيه في 3 سنين؟ ما شاء الله ما شاء الله. طب انا هسالكم سؤال، هو لما قال بيرنتنج ستايل قال ويتش تايب اوف بيرنتنج ستايل غلط؟ طب ليه انتوا بتحاولوا تلبسوا حاجه ان ده الغلط وده الصح؟ هو يعني في النهايه انت المانجر بتاع اي شيء اللي هو غالبا بيبقى الام في حاله مانجنج الاسره بيضطر يستخدم اساليب للاداره كتير، فاحيانا بيضطر يبقى ديمقراطي ولو ان الديمقراطيه لها ايه؟ انياب، واحيانا بيضطر يبقى سلطوي، اوكي؟ فبالتالي هي البيرنتنج ستايل ليست بالضروره لا حلوه ولا وحشه، هي الفكره كلها ان انا ازاي استخدم التولز اللي عندي، اوكي؟ فهو هنا ما حطش حتى تايب اوف بيرنتنج ستايل، يعني السلطوي لو كان اكسسيف سلطوي مش حلو، والاكسسيف سلطوي يمكن انا لما بقول لابني ما تحطش صباعك في الكوبس واضربه انا كده سلطويه،
بس انا سلطويه لحد لما هو يبقى مثلا عنده 20 سنه ويجي يقول لي مثلا انا عايز اتجوز الفلانه الفلانيه دي، برضه ابقى سلطويه اقول له ما تتجوزهاش. هي هي في كلا الاحوال. طيب النقطه الاخيره دي ولو انها مش باينه يا جماعه انا بس ايه مهمه جدا ان انا اقولها لكم، هي اسمها البرسيفد parental tolerance of negative behavior. Perceived parental tolerance of negative behavior. وهنا لنا وقفة. مين اللي بي perceive؟ الطفل. بي perceive ايه؟ بي perceive ايه؟ ها؟ المكتوب ايه؟ بي perceive، هي perceiving اوكي ال parental tolerance of negative behavior. ايه فندم اتفضل. هو بي perceive بمعنى هو بيختبر اهله وبيختبر السيستم ويشوف السيستم ده هيتقبل his negative behavior or not. اوكي وperceive دي يعني ايه؟ يعني رؤيته هو للاشياء. انا طفل وعملت حاجه غلط، ضربت اخويا بوكس جامد كنت هعوره واذيه، غلط ده ولا مش غلط؟ حد هنا مختلف ان الفايولنس والاجريشن غلط؟ غلط. بس انا ام مش مركزه دلوقتي، عندي ديبرشن، فاي ديدنت انترفين مع الطفل في النيجاتيف بيهيفير اللي هو عمله ده. هو كده هيشوف ان انا ايه؟ عادي. اشكرك. ولد نفس الولد اللي ضرب اخوه الصغير وعوره، وانا ام قاعده اتخانق مع ابوه وكل مشكلتي الخناق مع ابوه دلوقتي، هو هيشوف ده ايه؟ توليرانس. هو ملوش دخل انت قبلتي ليه. اوكي بلاش. في ام ودي انا شفتها كتير جدا، شايفه ان العقاب كره، ان انا لو عاقبت ابني على حاجه غلط ابني ده هيبطل يحبني وهيكرهني، فبالتالي انا يهمني اهم حاجه انه يفضل يحبني فطنش له. لا ده كتير. هي دي مش لا مبالاه، هي اكشولي ولا سلبيه يا جماعه، هي واحده خايفه انها تعاقب ابنها عشان يفضل يحبها. هي كده اهم حاجه عندها هي ولا ابنها؟ هي فعلا هي حاطه مصلحتها الاول من غير ما تقصد. طب هي الامهات دي كلها يا جماعه ظالمه ولا مظلومه؟ ولا ظالمه ولا مظلومه، ولا الاشياء لازم تخضع للجادجمنت بتاع الظلم والصح والغلط. هي بس في الحكايه ان هو حدث حصل اوكي، وكل ما هيتكرر بالظبط هو كل بلاش الجادجمنت الحاضره دي على طول، ولا صح ولا غلط ولا ظالم ولا مظلوم. هي برضو عندها مشاكلها وهو عنده مشاكله وكل واحد عنده his own struggle. المهم ان في النهايه دي one of the cause اللي بتخلي الشخص ده لو حصل له perception ان المجتمع والأسرة اللي هي نموذج للمجتمع هيتقبل الأفعال الخاطئة، فهو بالتالي هيفضل يكمل غصب عنه. يبقى الخطأ خطأ ولا خطأ الأم؟ بلاش الحكاية دي. هو مش خطأ حد، هو بس جزء من منتج في الآخر هيبقى غلط. بس في النهاية أنا كبيرنت أب أو أم لازم أبقى زي ما بيقولوا بالفلاحيني كده على جباري طول الوقت، إن أي تصرف يحصل لازم أدي له الرياكشن السليم. وربنا يرحمنا جميعا ونقدر نأدي المهمة الصعبة دي اللي هي كلها مطبات عشان نوصل بولادنا في الآخر لبر السلام. طيب إن شايفين حضراتكم الجزء الأولاني ده بيصب في حتة الانفايرومنت، الحتة الانفايرومنت دي اللي هو جزء من البيئة اللي في الآخر هتنشأ لثلاث حاجات. الفولنرابيليتي أو الاستعداد الشخصي للإدمان بينشأ من المجتمع الصغير، أوكي اللي هو الفاميلي والمدرسة وإلى آخره، بينشأ من حاجة لطيفة جدا يا جماعة اسمها كوجنيتيف ستايل. بالبلدي يعني إيه كوجنيتيف ستايل؟ طريقة تفكير. اللي هي يعني ايه طريقة تفكير؟ اديني مثلا الكوجنيتيف ده في الولد في الطفل، الثلاث حاجات دي في الطفل. متشائمة وسوداوية.
ايش اشياء موسوديه ايه ده. المهم له ستايل، هو ده الباترن بتاع ابوه وامه، هم جبلوا على كده، هنعمل لهم ايه؟ بلا بنت شايم ولا سوداوي، هو كده هو كده. فبالتالي هو هيورث كوجنيتيف ستايل وطريقه تفكير. اوكي. وبعدين اللايبيليتي ميجرز دي يا جماعه، دي الحاجات بقى اللي بتكسر ظهر البعير زي ما بيقولوا. هو انا خلصت؟ فاضل لي 20 دقيقه 20 ثانيه والله. طب هايل. طيب معلش انا يهمني اكتر حاجه السلايد اللي فاتت دي، لانها بس هي اللي بتوضح لنا ازاي هو راحت فين اهي. اوكي خلي السلايد بس. ثانك يو ميرسي، انا خلصت يا جماعه. انا بس عشان ابقى قلت الخلاصه في الموضوع، الليابيليتي ميجرز دي انتر بيرسونال وانترا بيرسونال، يعني تعامل الانسان مع نفسه وتعامل الانسان مع الاخرين، اللي هو حضراتكم بمنتهى الذكاء قلتوها. تعامل الانسان مع نفسه يعني ايه؟ يعني تعامل الانسان مع عاطفته، لما ينبسط بيعمل ايه ولما يتضايق بيعمل ايه. تعامل الانسان مع الاخرين اللي حضراتكم قلتوها، كوميونيكيشن سكيلز اللي هي مهارات توكيد ومهارات تواصل وإلى آخره، اللي أنا لو عملت لكم اختبار سريع كده هلاقي 90% من اللي قاعدين ممكن يكونوا مش عارفين إيه هي حقوقهم وإيه هي حقوق الآخر. الحاجتين دول يا جماعة بيؤدوا إلى الفولنرابيليتي اللي هو الاستعداد، بس إحنا كلنا وارثين استعدادات من غير ما نقصد. اللي وارث استعداد للسكر، اللي وارث استعداد للضغط، اللي وارث استعداد للعصبية، اللي وارث استعداد للبخل، اللي وارث استعداد للانحراف، من غير ما نقصد. إنما إحنا ربنا رحيم بينا، استعدادنا لا يعني إن ده اللي إحنا هنبقى عليه. إحنا هناخد تشايس، إحنا هنبقى يمين ولا هنبقى شمال. الحاجات اللي فوق دول هتأثر في الانفايرومنت، والانفايرومنت في الآخر يا جماعة هتديني الحاجتين دول اللي هما اهم حاجتين، الاتيتيودز والبليفز بتاعت الشخص، انا اقدر اعمل ايه وما اقدرش اعمل ايه، الناس الاخرين هيقبلوا ايه ومش هيقبلوا ايه. اوكي. وفي الاخر ده هيترجم على تصرفاتي، وهيبان طبعا في البيهيفير بتاعي اللي هو بيبان لنا احنا في الاخر بيقولنا بالادكتيف بيهيفير واستخدام المخدرات. فهنا دور السي بي تي. السي بي تي تفتكروا هيفيد فين؟ لما اجي عايزه اعالج الناس دي اعالجها في اني ناحيه؟ اعالجها في اول حاجه الفاميلي ستراكشر وامنع الطلاق. امال انتوا حدش هنا بيعمل كابل كونسلنج؟ مش سي بي تي؟ امال الكابل كونسلنج بتعملوه ازاي؟ يعني السؤال الاخير عشان ما اخدش من وقت الدكتور بس طارق، هي الام لما بتقعد مع بنتها اللي غضبانه واللي عايزه تتطلق وتقول لها خدي بالك انت لو اتطلقتي هيحصل واحد واثنين وثلاثه واربعه، وبصي لميزات جوزك ولعيوب جوزك، وشوفي انت تصرفتي في ايه وممكن يكون ده كونسيكونس لتصرفك، هي بتعمل لها ايه؟ بتعمل لها سي بي تي يا جماعه. هي بتعمل لها وسي بي تي احسن من اللي انا وانت واي حد يعمله، لان سي بي تي مبني على خبره على واقع وعلى نيه صافيه وعلى نيه حقيقيه في العلاج، فهي بتعمل لها سي بي تي. يبقى دي نمبر 1 ببساطه شديد، اللي ما يسمى دلوقتي اللي هي الحملات اللي بتتعمل في الموده والحاجات دي، هي هتعمل كونسلنج لايه؟ هتعمل كونسلنج باستخدام ايه؟ يا جماعه احنا بنربي ولادنا ازاي؟ انتوا بتربوا ولادكم ازاي؟ اناليتيكال بتقعدوهم على الشيزلونج؟ انتوا بتربوا ولادكم ازاي؟ ازاي بتخلوهم يتعلموا اشياء وازاي بتقوموا تصرفاتهم؟ بالعقاب وبالثواب، وازاي المدرسه بتربي فكرهم؟ هو يعني السي بي تي ده عيبه الوحيد ان اسمه ثيرابي، بس هو اكشولي مش ثيرابي، ده اسلوب حياه. فاحنا لازم هنستخدمه من البدايه خالص خالص خالص. مره استاذنا الدكتور احمد عكاشه قال لي يا بيتي ريهام انت تقدري تعملي سي بي تي لواحد عنده 90 سنه؟ قلت له ثقه بالله اعمله الكرسي اللي انت قاعد عليه ده يا ريس. قال لي انت بتستعبطي؟ قلت له يا فندم احنا البيبي الصغير بنعمله تويلت تريننج ازاي؟ بيهيفيرال. والبيهيفيرال ده شق من السي بي تي. بيهيفيرال، ومش بس بيهيفيرال، هو لما يتعلم ان هو لو عمل التواليت انت هتزعلي منه، ولو عملش التواليت ودخل في الحمام وعمله هتبقي مبسوطه من هنا. غيرتي له فكره ولا لا؟ بس ثانك يو.